النهاردة جايين نوريكم شقة في مصر الجديدة في شارع رئيسي كاشف مطار ألماظة شيراتون مطار القاهرة. شارع يعتبر من أقوى شوارع مصر الجديدة وأهداها في نفس الوقت. تعالوا بينا نشوف الشقة. زي ما انتوا شايفين ريسبشن كبير شايل ثلاث قطع. الريسبشن كله شايف الفيو بتاع الكلية الحربية، شايف الفيو بتاع المطار، شايف فيو شيراتون. عندك هنا البلكونة، البلكونة كلها على الفيو زي ما انتوا شايفين، بلكونة كبيرة. الريسبشن زي ما انتوا شايفين واسع ازاي، كله زي ما احنا قلنا على الفيو. اوكي تعالوا بقى نخش على اول حاجة، عندنا كوريدور وبعدين هنا كده عندنا مطبخ. المطبخ زي ما انتوا شايفين كبير، شايل كل الأجهزة اللي ممكن تستخدموها للمطبخ، كل الأجهزة هاي أند زي ما انتوا شايفين، وكمان الغاز راكب. وبرضو عندك شباك للمطبخ عشان التهوية تبقى كويسة. نخرج من المطبخ عندنا الجاز تويلت زي ما انتوا شايفين، اختيار الألوان مبهج جدا. عندنا بعد كده الحمام اللي بيخدم على اوضتين النوم والليفينج روم زي ما انتم شايفين، يعني تيست حلو في الحمام، الالوان مبهجه. عندك هنا برضو في شاور روم. نروح بقى للليفينج اريا. الليفينج اريا بتاعتنا اوكي زي ما انتم حضراتكم شايفين، تلفزيون وفيها المكتبه وفيها ديسبنسر، اختيار الالوان مبهجه جدا فعلا. نيجي بقى لاوضه الاطفال اوكي، دي مكونة من سريرين اوكي. تعالوا برضو اوريكم الاوضة دي بص على ايه. الاوضة دي مش مجروحة نهائي، بص على جاردن، تعتبر فيو خلفي، فيو حلو قوي. تعالوا نشوفه مع بعض. ده فيو جاردن مش مجروح نهائي زي ما انتم شايفين، في برضو بلكونة ملحقة بالاوضة بتاعت الاطفال، ممكن نعمل فيها برضو قاعدة بص على الجاردن. نيجي بقى للاوضة الماستر. الاوضة الماستر برضو فيها حمام ماستر زي ما انتم شايفين، دولاب كبير، وبرده نفس الفيو اللي شايف اوضه الاطفال هو نفس الفيو اللي شايف الاوضه الماستر. برده تعالوا نشوف الحمام. حمام فيه حاجه حلوه قوي، الجاكوزي. ده الجاكوزي بتاعها. الشقه دي عماره حديثه مباني 2017 اوكي، دور 8، شايفه فيو رائع جدا. لو عايزين اي تفاصيل اكتر كلمونا، هنسيب نمرتنا في الكومنتس اوكي، وهنستنى تعليقاتكم.